وناخد مرة كده ولا حاجة. جدا كمال مش فرحان عشانكم والله، فرحان عشان ان انا مش هشتغل من 8 ل 11 بس بصراحة. بص بقى، المرة اللي فاتت عملنا ادي السيستم اهو، كمال لوجن طبعا كونكت على دابز من بره تمام. بعد كده شاشة سيلز اوردر، قلنا ده هيبقى مفتاح ايه، دي عملناها خلاص صح كده. كان عندنا اليوزر نيم اسمه ايه، قصدي العميل، كان عندنا عميل اسمه ايه، نكتب ايه، انتر. احمد علي هيختار نوعه، هي برضه المنتج ده هيختاره، ولا يكتب الاي دي، يكتب الاي دي تمام. اول ما يكتب الاي دي انتر يظهر اسمه والكيل وسعره. بعد كده بعد ما يكتب الكميه تبقى في الاخر هنا انتر، يتنيل على انه يتضاف هنا تمام كده. بعد كده اول ما يتضاف يحسب توتال ويحسب التاكسيز والكلام الفاضي ده فوق، خدت بالك؟ يحسب التاكس برسنتج برضه هيدخلها، والتاكس والتاكسيز برسنتج هيدخلها، ويحسب الليله دي كلها ويدوس سيف يبدا يحسب. فاهمين؟ دي بقى لازم تخلص النهارده، دي لو خلصت النهارده كده بقى نبدا المره الجايه كويري كامله 3 ساعات، المره اللي بعدها ريبورت، المره الجايه كويري وبرميشن. كويري سهل جدا على فكره فوق ما انت متخيل. المره اللي بعدها كويري وبرميشن، المره اللي بعدها ريبورت، المره الجايه يوم السبت، المره اللي بعدها ريبورت. لو بقى نشوف خلصنا ريبورت نشوف بقى ايه المره اللي بعدها. بقى الاثنين صح؟ لو اخر يوم احنا فرشت مرتين اهو ان شاء الله. خلاص، والامتحان هنا يوم 11، يوم الامتحان. ايوه امتحان، مفيش امتحان يا عم، تعالى بقى نفتح الاوردرز. خطته ليه؟ انت هتقول يا ناصر امتحاناتنا مش والله، ده فعلا الشهاده اللي احنا بناخدها بقى معتمده منين؟ معتمده من جامعه ليفربول، ما اعرفش، معتمده من مركز زياد. حاجه قليله ده، هي حاجه ايه دي بقى؟ دي حركه وحشه انت بتعمله ده يا عم. خلينا نخلص بقى. بص اول حاجه هنصغر لنا دي الباركود، تجيبه المره الجايه. حاضر، ماشي. طيب هيكتب الرقم، يظهر الاسم. ايوه لسه بتحمل والله. لا خلص تحت، تعالى تعالى في مجال شيل يا باشا كله، يا باشا شيل يا باشا كله كله. بص بقى هنا هيكتب رقم المنتج تمام، هيظهر اسمه، كلام جميل. بعد كده الكمية هنا، وهيظهر سعره، الكمية اللي هو محتاجها ولا الكمية اللي هو محتاجها. وهيظهر سعره تمام. عايز يظهر لك الكمية اللي هو برضو اللي هو اللي موجودة في المخزن. عينيا. والافيلابل كوانتيتي. كنترول سي كنترول في. هو انت كمبيوتر ساينس بجد؟ كنترول سي كنترول في مش عارفها، عايز تدس. لا ما انا بسأل. ايوه فوق فوق يا ابو عم. كوبي وبيست. ماشي ايوه كده. الكوانتيتي الافيلابل كوانتيتي، تبقى عارفينها بقى الاي في تي دي. ماشي. طيب تعالى عشان دايبه مليانه شغل.
هي دي بتاعت دي، ودي الكميه اللي هو محتاجها. ماشي، سيف. واحده واحده كده، بسم الله. عايزين نبرمج اول ما اول حاجه التاكس برسنتج دي الديسكاونت، ودي ما يكونش ريد اونلي، احنا عاملينهم ايديت ايبل. كده مفتوحه، كده مفتوحه، كده مفتوحه، تمام كده. طيب الكالك توتال ده كان تحت كود مع الف مليون سلامه. بص بقى يا غالي، اول حاجه هنا هيكتب الرقم المنتج ويدوس انتر، يظهر له المنتجات بتاعه الرقم ده. يظهر ايه بقى؟ اسمه يتكتب هنا. تعالى بقى نشوف السيكوال سيرفر ونفتح الداتابيز. ايه ده؟ الداتا بيس فين؟ احنا ما عاملينش كلاس داتا بيس اهو. وماله شكله عامل كده ليه؟ هو يا كومبار بس ده شغال شغال. ده مين؟ ده السيرفر. بعد كده اليوزر نيم، دي الداتابيز اليوزر نيم. بعد كده الباسورد. كونكت. دي لازم تخلص النهارده باذنك يا رب. ايه؟ بيعمل كونكت بتاع بيز اهو. لا لسه بيعرف بس. كده يا عمور شكرا لله. داتا بيز اهي، ادي سيلز ديبارتمنت. النهاردة كام؟ ستة. ادي جداول، ادي برودكت، ادي كولوم، بص بقى يا سيدي، النيم عندنا والبرايس عندنا والكوانتيتي افيلابل مش عندنا، موجودة في جدول اسمه ايه؟ الستوك برودكت، صح؟ الكمية المتاحة، عشان في الفروع في المخازن لما يظهر لو انا عندي في مخزن الهرم خمسة ومخزن الاكتوبر ستة يطلع لي 11، صح؟ صح ولا غلط؟ فاهمين اقصد ايه؟ طيب اعمل ايه؟ طب ما ده جدول وده جدول، اربطهم ببعض بدل ما اعمل سيلكت من جدولين. طب ما اعمل سيلكت من كام جدول؟ من جدول واحد. ايوه بينهم علاقه، بس بدل ما اعمل جمله سيلكت في العلاقه اعمل حاجه اسمها فيو. الفيو ده عباره عن ايه؟ لو انت هتجيب داتا من ست جداول، جمله السيلكت بتاعتك هتبقى بنت لذينه كبيره جدا، كبيره جدا. هوريها لك دلوقتي في جمله السيلكت في هنا في الفيو ده. الفيو ده فايدته ايه؟ بيجمع جداول مع بعضها في حاجه واحده. الفيو ده بيجمع، بيستخدم اكتر في الكويري والريبورت.
بص يا سيدي، ادي البرودكت وادي البرودكت كده خلاص، وراح دايس اد، وممكن تجيب الديبارتمنت كمان اد. بعد كده هروح دايس كلوز، فيو. بص بقى يا سيدي، نركز مع بعض، وممكن تجيب الشركة كمان، وممكن تجيب الشركة. ايه؟ اونلاين. فانت كده عملت فيو هيربط ما بين كام جدول؟ عايز من الكمباني اسمها، طب عايز من الديبارتمنت اسمه، طب عايز ايه من البرودكت، الاي دي والنيم والبرايس والكميه من هنا، ايه والبرايس، واخد بالك؟ طيب بعد كده اعمل ران. شايفين بقى الجمله دي؟ كنت هتكتبها يا احمد في جمله السيلكت في الجافا، كنت هتتهري جملة سيلكت، فانت وفرت على نفسك كتابة الجملة دي بحاجة اسمها ايه؟ فيو. اسيف فيو برودكتس. يبقى بدل ما تكتب الجملة دي تقول سيلكت اسلك فروم مين؟ فيو برودكتس. ده فكرة الفيو، بيكون اكتر من حاجة ببعضها. طيب تعالى بقى، عايزين ننفذ الامر ده وما يدوس انتر زي ما عملناه هنا. فين هنا؟ ادي الايفنت، ادي كنا عاملينها في الكي بريست صح، وحاطين الشرط كده صح ولا غلط؟ بعد كده اهو نفس الجمله هعملها هنا، واروح برضو الايفنت اللي اسمه كي مين؟ كي بريست. نركز بقى عشان النهارده الشيت لازم تخلص النهارده باذنك يا رب. اهو قول له لو داس على 10 هيعمل سيلكت استريك من جدول اسمه ايه؟ فيو برودكتس. ده ما كانش جدول، ده شامل 3 4 جدول في بعض، واخدت بالك؟ شايف الكلمه دي يا احمد؟ وفرت كتابه السطور الكبيره دي اللي هي دي. كنت هكتب الجمله كده، يا نهار ابيض كبيره جدا، واروح قايل وير. وير على مين؟ على البرودكت اي دي، عشان انت هتكتب البرودكت اي دي بالباركود. يساوي، هيساوي ايه؟ والله التكست بتاع برو نيم اللي انا عامله، تي اكس تي برو نيم، انا مسميه برو نيم اهو. هيرجع داتا فين؟ في الار. انا بقى المفروض الداتا دي اخد منها احط هنا النيم صح، وده هيتمسح مش عايزه خلاص، اروح واخد هنا كده كوبي، هتحط ايه؟ القسم والشركه، القسم ديبارتمنت وجنبها الشركه. هحاول اقلل الدنيا، هعمل ايه بس؟ ما هو ده اللي انا هعمله، هو تحت. رخم رخم بصراحه الزفت. هي الجافا عموما، بص الجي اي بتاعت الجافا زفت. ايه؟ انت لسه فاكر تقول السلام عليكم؟ نعيم عبد الشريف. نعيم عبد الشريف.
ما جتش المره فاتت لاش جي. عيان والله لسه عيان. انت بتهرج. طب ما قلتش ليه؟ طيب يا عم بالعكس افتحه، بقول لك عيان هيتعبنا النفس هيجي في وشه. افتح يا عم الحاج مش ناس، عايزين عندنا عيان. التاني بيقول له عيان بيقفل البتاع. جبت البروجكت يا دكتور؟ معايا يا كبير. بس زق معايا السنة. احنا لو اشتغلنا برنامج تاني غير البرنامج دي مش مستوعب. فيجوال ستوديو. جبتوا اللي انت عامله ده موجود في سي شارب صح؟ لا اسمه بص بقى. اسمه ايه البروجرام التاني بتاع الجافا؟ اشتغل قلت له ايه؟ قلت له مش مهم. اكليبس؟ اكليبس يعني. اما فيجوال ستوديو احسن. فيجوال ستوديو بيشتغل جافا؟ لا طيب، بس انا بقول له فيجوال ستوديو من فوق يا دكتور. اول اثنين ممكن كده اسمه ده البروجكت ده برودكت اي دي. يلا يا جماعه القسم اهو. بعد كده جنبها الشركة. بعد كده البرايس. بعد كده الكمية المتاحة. بعد كده الكمية اللي الراجل هيطلبها. اهو الفيديو بايظ فيها. تعالى بقى بص يا سيدي، الراجل هيكتب هنا رقم المنتج انتر، يظهر هنا الاسم، يظهر هنا القسم، يظهر هنا الكمية، يظهر هنا السعر، يظهر هنا اجمالي الكميه المتاحه، يدخل الكميه اللي محتاجها. يعني كل دول ما ينفعش يكتب فيهم. edit able. تمام؟ طيب هنا هيعمل عمليه بحث زي ما اتفقنا اهي. الداتا اللي راجعه راجعه في الار، اروح انا عيل تي اكس لو لو الار دوت نيكست او عندي تو لو الار دوت نيكست. تمام؟ طبعا محتاجه اكسبشن تتحط ما بين تراي وكاتش. تمام؟ لو لا يبقى كده لا، اقول له حط لي في التي اكس تي نيم دوت سيت تكست. مين اللي شايل الداتا؟ الار دوت جيت سترينج. الار هنا النيم رقم كام من الفيو؟ افتح الفيو. الفيو اهو اهو. النيم رقم كام؟ واحد اتنين تلاتة كام اهو. بعد كده تي اكس تي برايس دوت سيت تكست. البرايس رقم كام؟ صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كام؟ ست. بعد كده تي اكس تي الكمباني عايزين نسميهم، كليك يمين تي اكس تي ديبت، كليك يمين تي اكس تي كمباني، كليك يمين تي اكس تي اي في كيو تو واي، كليك يمين تي اكس تي كوانتيتي. تمام. طيب تعال بعد كده
فين الكود اللي احنا بنكتب فيه؟ اهو تي اكس تي كومباني دوت سيت تكست. الكومباني رقم كام؟ واحد. تي اكس تي ديبارتمنت دوت سيت تكست رقم اتنين. الكمية لا، تعال بص بقى اما نسجل شوية داتا يا باشا، ركز معايا بعد اذن سيادتك. كليك يمين، هنتعب شوية في تسجيل الداتا عشان ايه السيرفر تقيل. ايه احنا عاملين بس عاملين الكاستمر بس، وقلنا اللي هيطبق على الكاستمر يطبق على الباقي عشان نعمل لكل الجداول يعني. لا نخش في الحاجات الجديدة، هتعمل شاشة الكاستمر، الشاشات العادية بقى. اما اصعب شاشة الشاشة دي، شاشة الفواتير اللي فيها بيع وشراء. هسجل شركة رقم واحد، شركة سامسونج، اي رقم تليفون، اي فاكس، اي ايميل. انجز يابا. هسجل شركة رقم اتنين، شركة ابل، اي رقم تليفون، اي ايميل. يكفي شركتين. تمام، هخش على الاقسام. يبقى عندنا واحد سامسونج، اتنين ابل. كليك يمين. ايديت ايه؟ اتفرج ما عشان دول عربية تعبانة. ايه اللي حصل؟ بيقول ترامب خلى القدس عاصمة اسرائيل. الكلام ده بجد؟ كمان؟ ودول عربية ساكتة. خلاص اتباع خلاص والعرب عادي. قسم رقم واحد تلات وحايد تبع شركة رقم واحد، قسم الفونز. هو اللي بيتكلم، هو الوحيد المحترم. قسم تلات اتنينات، شركة رقم واحد، تي فيز. خبر وحش بصراحة. قسم تلات تلاتات، شركة رقم اتنين، تابلت. لا اقل حاجة يعني، مش شاك احنا غلابة عم نشرك معانا. شركة رقم، بدأت بضيف اقسام، ضفت فون وتي في مع السامسونج، وضفت تابلت مع الايفون. ايه تاني قبل بتنزل ايه؟ شاشات؟ ايه؟ ريبوت؟ لو ما لسه عايزين يشتروا ينزلوا شاشات. لا بيعملوا شاشات. عملوا هنا بيقول لك ايه؟ هاز بين ترانكيت. هو ال الديبارتمنت عاملينه خانة رقم كام؟ ده رقم كام؟ بس تابلت معادية. شركة رقم اتنين، مش عندها شركة رقم اتنين؟ اه قبل ايه؟ فكرة النت فصل. فصل. يا نهار ابيض. لا ده احنا ايه؟ هو مش في نت يا دكتور؟
هي هات ليرنينج 1 اهو. بقول لك ايه، هو لا على الكمبيوتر، على الكمبيوتر هنا مش عايز. في لا عندي. لا 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 لا، لا. هنا بيقول لك ايه الديبارتمنت نمبر 33-2. ايه المشكلة بقى؟ هو متكرر، مش الاتنين دول مفتاح رئيسي؟ ده 33 شركة، ايوه قسم رقم 3-3، وهنا شركة رقم 2. طب واحد انا مش شرحتش فورم كي، انا مش شرحتش حاجه، سجلت اهو 3-3-2 سكرين ايفون بتسجل سكرين صح، بس احنا لازم نسجل داتا عشان ايه تشوف قبل. بالظبط، عشان يبقى وفي شغل. ليه مش قبل 33-2 بقى؟ غير الرقم عشان انت فوق 33 بقى. لا الاثنين برايمري كي ملوش علاقة خالص. شركة ده في القسم، ده في القسم. ايوه ايوه صح. نعمل الستوك البرودكت، هنسجل برضو شوية في البرودكت. لا هو اصل اكس على سيرفر يا جدعان، مش كنا اشتغلنا وننزله من السيرفر كده، مش عارف كده نعرفه يعني. يجي بقى في الاخر احنا خلاص يعني. كليك يمين افتح بقى البرودكت، اضيف شويه منتجات، وافتح بعد كده الاستوك، اضيف الحاجه الوحيده الاستوك اللي دامينا فيها مشكله. مش كنا اشتغلنا اوف لاين؟ ما انتوا اللي قلتوا هي اونلاين افضل يا جدعان. ما انا عارف. لا انا قصدي حاجه، احنا مش ممكن نشتغل اوف لاين بعد كده في مره تاكسس؟ تاكسس على طول. طب ازاي؟ هنيجي بقى ايه، هقول لك بعد ما اخلص هنا. المفروض عندك الستوك ده متوزع في كذا مخزن، الستوك متوزع في كذا مخزن، يعني عندك ممكن المنتج الواحد في مخزن الهرب فيه منه قطعتين ومخزن الجيزه منه 3، يبقى يجيب لك الكوانتيتي كام؟ 5 صح ولا غلط؟ المفروض يتقال كده، المفروض يتقال بالطريقه دي. والا لو انت عايز بقى ايه يجيب لك كل مخزن لوحده توتال، اعتقد توتال خلاص. طيب تعملها ازاي بقى؟ بص يا سيدي، لو حجم المخزن قال لك اول اوتوماتيكلي بالظبط. بص بقى قال لك اول ما يلاقي الداتا هنا يعمل عمليه بحث ثانيه، بس المره دي سيلكت سم. سم دي يعني نجمع للكوانتيتي، اجمع عمود الكوانتيتي من البرودكت، واول ما تجيب الداتا حطها في التي اكس تي اي في دوت سيت تكست تمام، وار دوت جيت سترينج. انت هنا قايل سام ايه؟ يبقى هتجيب كام قيمه؟ توتال كوانتيتي. يبقى كام قيمه؟ واحده. يبقى رقمها كام؟ واحد. خدت بالك من الحته دي؟ ليه؟ عشان انت لما تكتب ثلاث وحايد هيجيب لك بياناتها كلها، بس عارف هيجيبها ازاي؟ خلينا بس انا عايز لازم تشوفها على الداتابيز. ادي البرودكت، كليك يمين. هانت مش كده، القرف ده كده المفروض هيجيب بيانات المنتج ويجيب ايه الكميه. خلصنا. بعد ما يدوس هنا يكتب الكميه في الكوانتيتي، اول حاجه يعملها ايه؟ ركز معايا بقى. انا هنا كتب ايه رقم المنتج، ظهر اسمه قسمه وشركته وسعرها والكميه بتاعته.
راح كتب الكميه اللي عايز يشتريها. اول حاجه يعمل ايه؟ لا يتشك هل الكميه دي اقل من الكميه المتاحه تنفع. لو مش اقل يقول له لا الكميه لا تسمح. صح ولا غلط؟ يبقى اجي هنا في دي في الكوانت في البروبرتس كود او ايفنت كي بريزد واقول ايه اف لو داس على كام على زرار انتر هقول له كده عايزك تقرا لي اي ان تي كوانتيتي من تي اكس تي كوانتيتي دوت جيت تكست دوت تو سترينج. بس لازم عمليه انتجر دوت بارس انت. كده قريت الكميه المتاحه اللي هو هيشتريها. هقرا الكميه المتاحه انت كيو في ايكوال تي اكس تي اي في دوت جيت تكست دوت تو سترينج واروح قايل انتجر دوت بارس انت. وقارن لو الكميه اللي بتشتريها اكبر من الكميه المتاحه يطلع ايه مسج يقول له ايه عفوا الكميه لا تسمح. يا حبيبي مال او زيس مش فارقه. وهنا اقول له سوري الكميه يور مثلا كوانتيتي نوت الاف افيلابل كوانتيتي الكميه المتاحه اس كذا. مين بقى الكيو في صح ولا غلط؟ الس يبدا ينفذ. ايه اللي هيتنفذ؟ ايه اللي هيتنفذ بقى؟ انه ياخد الداتا هنا يحطها هنا صح ولا غلط؟ الجدول ده يبقى عامل ازاي؟ رقم المنتج، اسم المنتج، الكميه اللي اشتراها صح؟ السعر الاجمالي الملاحظات صح كده؟ يبقى في كام حاجه؟ الجدول ده ركزوا الحته دي مهمه جدا اقسم بالله انك تضيف في الجي تيبل مانيوال. احنا المره اللي فاتت كنا بنضيف الجي تيبل بيجيب من داتا بيز زي ما جاب من الداتا بيس حط في الجي تيبل. هنا لا انت هتبني الجي تيبل صف صف بايدك انت زي ما بيحصل فين في السوبر ماركت. السوبر ماركت لا مش بيمسك الباركود يمشيه تلاقي الداتا عماله تزيد بيمشيها باركود. ده هو ده اللي بيحصل. يعني معنى كده الجريد ديت الجي تيبل ده ما بيتبنيش اوتوماتيك ده بيتبني صف صف مع زياده كل منتج. كليك يمين. تعال بقى نعملها هنا برضو لما يدوس على دي انتر زي ما اتفقنا. بص بقى اولا الجي تيبل مكون هيبقى شكله عامل كده بالظبط من هيدر وداتا تايتل وداتا هيبقى عامل كده. بص كده هتفهمها قوي بدي. برودكت اي دي برو نيم كوانتيتي برايس توتال نوتس تمام. حلو منك بس ليه كانت فين كله
اهو تمام. ده كده يا شباب. الهيدر وده الداتا. هنا هيكتب البيانات اتش تي سي مثلا ايا كان، 5 في 1000 ب 5000. خدت بالك؟ دي الداتا، 3 اتنينات ايفون، 1 ب 15 يبقى المجموع 15 تمام؟ 3 تلاتات مثلا سكرين كذا 15 انش، اشترى 2 الواحدة بتلاتة 6000. حلو. يجي في الاخر هنا الاول عايزين نعمل الجدول ده، واخد بالك؟ الداشي تيبل ده بيتبني من صف، من صف للعنوان ومجموعه صفوف لايه؟ للداتا. قال لك يبقى الجي تيبل اساسا عشان تعمل الحركه ديت تبني اري تشيل الداتا واري تشيل المين؟ العناوين. احنا خدنا كام نوع من الاري؟ 1 دايمنشن و2 دايمنشن. قول لي بقى مين اللي 1 دايمنشن في الجدول ده ومين اللي 2 دايمنشن في الجدول ده؟ 1 دايمنشن الهيدر وال2 دايمنشن. طيب الجي تيبل دي حلوه جدا. الجي تيبل يا باشا ما بيشيلش غير حاجه اسمها ديفولت موديل. والديفولت موديل تدي له الهيدر والداتا وهيديك ويعمل ايه؟ ويديك بيانات جوه الايه؟ الجدول. طب بتتعمل ازاي؟ بص الكود ده. اول حاجه بتعرف متغير ديفولت موديل. اهو محتاج مكتبه. تاني حاجه اديني الهيدر واديني الداتا. الهيدر يا عم الحاج اهي عرفنا متغير اسمه هيدر. 1 دايمنشن 2 دايمنشن 1 دايمنشن الهيدر. البيانات اللي جواه برودكت نمبر، برودكت نيم، بعد كده الكوانت، بعد كده برايس، بعد كده التوتال، بعد كده النوتس. حلو كده. تعالى بعد كده هنضيف الهيدر. قال لك الاول ضيف الهيدر اهو. بنكتب اسم الداتا موديل دوت سيت كولوم ايدنتيفاير، واديتها مين؟ كده انا ظبطت الهيدر. ادي الداتا، قال لك واديها للتي بي ال. التي بي ال اسمه عندنا الجي تيبل ديتيلز دوت سيت موديل دي ام. كده الجي تيبل شال ايه؟ شال الهيدر. عايز اديله الداتا، قال لك تعالى يا باشا الداتا بتعرف متغير اسمه فيكتور. وتدي الفيكتور ده عامل اريت دايمنشن على فكره زي الاريت دايمنشن بالظبط. واروح قايل داتا دوت اد، اول حاجه عايزها مين؟ البرودكت نمبر. هياخدها من تي اكس تي برودكت نمبر اللي انا عندي اسمها برونين. حته الفيكتور دي زي اريت دايمنشن اللي هو بيشيل الداتا دي يا جرجس. شايف شويه دول بنحطهم جوه فيكتور. واديله ازاي؟ اقول له اول حاجه خد التكست اهو دوت تو سترينج. اول حاجه هنا عندك مين؟ البرودكت نمبر. البرودكت نمبر فين هنا؟ هنا اهو. ده اسمه ايه؟ برو نيم 1 وده برو نيم. يبقى خليها خدها من هنا. اروح قايل كده تي اكس تي برو نيم 1. تاني حاجه مين؟ برو نيم بس. برو نيم اروح نفس الاسم اهو. تالت حاجه اهو تي اكس تي كوانتيتي. بعد كده يبقى تي اكس تي برايس. بعد كده التوتال بيطلع نتيجه ايه ابو حميد معايا؟ التوتال بيطلع نتيجه ايه؟ ضرب الكميه فين؟
في السعر اروح مطلع معرف متغير دبل توتال واروح قايل توتال يساوي اضرب الكميه اللي هي تي اكس تي كوانتيتي بس لازم اعمل لها دبل دوت بارس ايه دبل تي اكس تي كوانتيتي في مين البرايس مش ضرب الكميه في السعر كده طلعت التوتال اضيفه في الفيكتور اهو يبقى توتال دوت تو سترينج مفيش حاجه اسمها دوت سترينج دي تمام بعد كده في حاجه تاني بعد التوتال النوتس اهي داتا دوت نوتس دوت اد ممكن نعمل تكست لمين للنوتس اهو هعمل تكست للنوتس هنا اهو وهسميه نوتس كليك يمين عليه تشينج تي اكس تي نوتس واروح جاي في السورس واكمل دوت جيت تكست دوت تو سترينج الداتا خلصت مين اللي شايل الداتا الفيكتور اللي اسمه ادي لي الجي تيبل اهو عند ده ورنينج ورنينج مش انت كده ده اللي شايل ورنينج يا عم مش فارقه بص مين اللي شال الداتا يا سيد؟ الفيكتور اسمه ايه؟ داتا عايز بقى اضيف الصف اللي انت ضفته قال لك تضيف الصف اللي انت ضفته يا باشا اديها للديفولت موديل اللي اسمه دي ام اهو ادرو ادرو يعني اضيف الصف سيف ودي تتحط هنا كده انت خلصت بص الكود ده كنا اهو شايف موجودة سيب بس دي تتحط بعد ما اخلص عشان يضيف الدي ام كلها مرة واحدة بالهيدر بمين بالداتا جرب كده بس قبل ما نجرب لازم نضيف بيانات اقفل السيكوال سيرفر كده لا بس الديفولت موديل ما ياخدش كده الديفولت موديل بياخد كده بص اهو حتى اوريك على النت افضل شايف الديفولت موديل بياخد هيدر من اريتو دايمنشن وفيكتور ما بياخدش اريتو دايمنشن هو لازم انت محكم بالداتا اللي هو بيقبلها بيتر نفتح الجدول جورج مش مركز معانا النهارده يا عم جورج بيلعب في موبايل دايما بيحب يا عم لا بريك يصبر هيس خدنا حاجة عم احمد هنخش على جدول البرودكت هنجرب بالك ايه نعرف مش بقى الكرسي من تاني 11 ده غلطة بس ده الوقت الوحيد بتاعهم
انا غلطه بصح ان انا اشتغل، انا لسه قايل والله اوعى لا غلطه ان انا اشتغل كل من 8 ل 11. يا ابني انا بروح البيت ميت، ما بعرفش احضر لبكره. يعني انا امبارح لغيت كور، لغيت محاضره عندي عشان ما حضرتلهاش. لا ما انا هخش المحاضره، ما ينفعش اخش معاهم غير ما احضر. لا لا ما بحبش انا كده. ايه لا يا عم، لا ما بحبش انا الاسلوب ده بصراحه. انا هخش محضر وتمام، يا ما اخشش. عيب عليك، عيب عليك. انت بتاخد المقام، انا كنت اسال، انت بتاخد الموبايل تقعد تحملي ساعتين، خليك معاك بس ربع ساعه. لا ما نتجوز معادي، ممكن تبقى تاني عشان خاطر انت متسجل، خلي بالك من الكلام ده، سمعت الكلام ده مش هتخش البيت. ينفع نقفل اوف لاين؟ اه بس احنا مغيرين في الداتا بيس عشان كده. افتح يا عمي بقى، افتح يا سمسم. حضور عندي برزنتيشن بكره لحد دلوقتي ما حضرتش ولا واحد. بجد؟ انت بالنسبه لك طب امشي. ماشيين 10 ربع حلو، انا فعلا لو ينفع. اه ماشيين 10 ربع. ليه ما تموت امشي؟ لما بفكر انا عايز انام. ماشي يا ابني، مش عارف تقول ده اهم شاشه دي. ايه؟ والله اهم شاشه. انا عايز هنا شاشات عندي. دي فاضل فيها اللي احنا نحسب صح؟ ممكن اشوف الفيديو عشان ما فيهاش دكتور هنشغل التكييف بتاع حاجه بسيطه. مش هو اللي شغال؟ ايوه ايوه. هو انت رايح فين؟ راح جايز البرزنتيشن. ماشي فعلا؟ ما حطيتليش البدايه اهو، فاتح اهو. بص بقى معاك يا شريف، تلات خمسات ما خدتش حاجه. ايفون معايا 6 8000 اي حاجة، خمس سنين اي تاريخ، تبع قسم رقم. يلا يا الاقسام، كنا مسجلين قسم ثلاث تلاتات تبع شركة رقم 2، كنا مسجلين قسم ثلاث تلاتات تبع شركة رقم 2، هنسجل واحد تاني. بس النت وحش ما تخشش بقى، خلينا نشتغل. كده ضفنا منتج رقم كام؟ 3 خمسات. اسمه ايفون 6 ب 8000 مثلا. تمام؟ تبع شركة رقم 2 اللي هي ابل. وتبع قسم 3 تلاتات اللي هي ايفون. تيبل البرودكت. كنا ضايفين فيه داتا كتير. هو حضرتك مش الديبارت نمبر ده المفروض احنا كاتبين الديبارت نمبر. ايوه ما انا خدته هناك، خدت واخد الرقم بس فورين كي. ما هو ده فورين كي. هنا فورين كي. لازم نكتبه هنا؟ طبعا عشان مربوط بيك داتا مرتبطه ببعض. بس هو مش المفروض يظهر لوحده. والا ما كانش الفيو، لا ده على الشاشه بقى زي ما كنا بنعملها. زي ما انا عملتها كده بقى بظهر الداتا. تعال نعمل رن على دي. رن المفروض اكتب هنا 3 5 انتر. يا جماعه الصوت لسه ما طلعش حاجه. بص لا اهو لا سيفها خلاص اهو. ممكن بقى يكون ما طلعش حاجه بسبب ايه؟ فين الانتر بتاعتنا هنا؟ مش هي دي؟ شايف دي؟ شيلها. سيب، لا سيب التري وكاتش. رن. استنى لسه اهي. 3 5 انتر. لسه ما سمعتش. لسه لا يا ضرب.
ان فارت شار ايه العلامه دي؟ مش عايزينها، خلي بالك مش عايزينها دي. وعلى فكره تكست برو نيم 1 بتاع الاي دي سايب رن. النت وحش النهارده اخر السهره. ثلاث خمسات نو كارنت رو ريزلت ست. رجع بقى الفور دي اف ار دوت نيكست. سيف رن. مهني بقى بس كده ما جابش حاجه. لا مش هيجيب على فكره. عارف ليه؟ الجدول ده بص كده. لا لا بص الجدول ده مش هو قال لك سيلكت اسك فروم فيو برودكت وير برودكت نمبر بيساوي 3 خمسات. اكتب الجمله دي اهي. الجدول ده كان رابط ما بين كام جدول؟ ثلاثة البرودكت والكومباني والديبارتمنت صح؟ والبرودكت ستوك صح ولا غلط؟ احنا حطينا بيانات في كام جدول؟ لا برودكت وكومباني وديبارتمنت ما حطيتش ناس فين؟ في الستوك عشان كده مش هيجيب بيانات. هنلاقي في الخلاط وانت اللي قلت له مستحيل. تمام؟ فين شوية؟ فين شوية؟ فاهمين الفكره ايه؟ ادينا بريك اب هم فاهمين. بص الكود اهو ثلاث خمسات اكزكيوت. بص بيعمل ديسكونكتد ازاي شايف؟ بقول لك عندكم هنا واي فاي على الواي فاي ينفع كام ديسكونكت كده؟ ايه؟ لا هو محتاج نت. بص هنا شفت هنا عمل ايه؟ لا ما جابش داتا. فلازم نروح نضيف في جدول ده. مش الوفاي منه جامد ولا ايوه؟ لا اه طبعا لازم ايه؟ اه طبعا. احنا هنشتغل عليه دلوقتي. ايديت. مش عايز كونكشن كده. انا داخل في الجدول ده ومش هستخدمه تاني خالص يعني. مش هرجع تاني للداتا بيز بس انا عايز ادخل فيها بيانات وخلاص. قول يا ابو احنا هنا كده هيضيف في الجدول ده. المفروض هو بيضيف يعمل ايه؟ يحسب مين؟ يجمع التوتال صح ولا غلط؟ بص بقى يا سيدي نخليه بس سيبه يفتح. من هنا يعني؟ ماشي نكتب انسيرت يا على رأيك. بص بقى هنا كده انسيرت انتو اسم الجدول ستور اندر ستور برودكتس فاليوز. كان محتاج حاجتين رقم المنتج. المشكله بقى كنا محتاجين برضو ليه
ندخل في الستور مش مربوطين ببعض. اروح اعمل انسرت انتو الجدول اسمه ايه؟ ستور فاليوز البيان قسم واحد فرع الهرم ومخزن الهرم الادرس هرم الفون اي تليفون الكباستي 50. لا انا بسجل داتا مخزن 2. انا هنا بس عشان ما افتحش الداتابيز هو بتعمل له شاشه. ايه اكتوبر دي؟ طبعا هنا ديسكونكتد برضو بتقول ايه؟ عشان سجل بقى في الستور اندر سكور برودكت. سجل في الستور. بص انا ما انا بسجل في الستور الاول بعد كده ستور اندر سكور برودكت. لا ليه؟ حضرتك سجلت في الستور اه وده كان بينهم علاقه. لا بس ما تسجلش ما تسجلش يا باشا. لازم اسجل انا بنفسي. انت كده سجلت القسم لوحده وسجلت المخزن لوحده وسجلت المنتج لوحده. ايوه لازم اسجل في